طبعا موضوعات جميلة جدا، صح. واحنا يمكن في حلقات كتير مع حضرتك عملنا اتكلمنا عن مقاومة الانسولين، واتكلمنا عن فكرة ان احنا الحاجات او الاخطاء اللي بتحدث مننا خلال فترة الدايت نتلاشاها ازاي، او حتى في اليوم بتاعنا او في الحياة عموما. النهارده بقى بنتكلم في موضوع مهم قوي بيهم ناس كتير حقيقة، هو ثبات الوزن. عايزين نتكلم عنه وتقولي لنا ايه السبب اللي بيوصلنا لثبات وزن مفاجئ احنا ما بنبقاش حاسين، بس احنا بنكتشف ده بعد فتره ان احنا ثابتين ما بننزلش، وممكن نكون ماشيين بنفس السيستم اللي كنا ماشيين بيه او غيرنا ماشي بيه، هو بينزل وثبت وتمام واحنا لا. هل ايه اسبابه بقى؟ قولي لنا كده، يعني عرفينا كده، لان الحاجات دي بتفرق معانا قوي بجد، بتوصليها لنا بطريقه بسيطه وجميله يعني. خليني بس اوضح لهم حاجه كده في الاول، اللي هو ثبات الوزن مش معناه ان انا لما بطلع على الميزان بلاقي الرقم ثابت، تمام؟ عشان في ناس بتتوهم ده، فشكل جسمها بيكون بيتغير بس هو الميزان زي ما هو، فهي بتقول لك انا وزني ثابت. اوكي، وزني ثابت معناها ان انا ما فيش اي كومبوزيشن في جسمي بيتغير، مقاساتي ما بتتغيرش، مش عارفه فيش حته بتزيد او بتتخن او ما فيش اي حاجه بتتاثر خالص في شكل جسمي عامه. يعني حضرتك تقصدي ان انا ممكن اقف على الميزان يبقى وزني رقم معين بالزبط، لكن انا نزلت درجه في البنطلون مثلا؟ بالظبط، صح كده. انا ممكن اكون خسيت من وسط شويه مثلا وزدت في رجلي شويه، فهمت؟ فانا الميزان بتاعي بس هيطلع زي ما هو حضرتك تاكيدا. بالظبط، او انا ممكن اكون شخص بلعب رياضه او بتمرن وباكل بروتين كفايه فبزيد عضلات، فقصاد ما بزيد عضلات بخس دهون، فبلاقي ان انا ميزاني ثابت في الاخر. كويس جدا. فانا الفيصل بالنسبه لي هو المقاسات، سواء باخدها بالهدوم بتاعتي او باخدها بالسنتيمتر. كويس، تمام تمام، عشان دي حاجه حلوة مهمه قوي. اه، ان هم يعرفوا الفرق طبعا، عشان هم يعرفوا بس الفرق. أوكي. طيب انا وصلت ليه انه انا ما بتحركش، جسمي ما بيتاثرش خالص، رغم ان انا ملتزم على دايت تمام وكل حاجه عندي مظبوطه، عاداتي الغذائيه ما فيهاش اي مشكله خالص. كويس، يبقى انا ساعتها هاجي ابص اشوف هو انا عندي مشكله صحيه ولا لا. لانه من اشهر الحاجات اللي بتثبت الوزن هو المشاكل بتاع الغده الدرقيه اللي هي مسؤوله عن الحرق والنمو، دي اول حاجه. تاني حاجه فيتامين دي بيبقى ليه دور برده كبير قوي في الحرق بتاعي، فانا ابتدي اشوف هو انا عندي مشكله ولا لا. صح كده، ان هو يقل في الجسم. قلته. مقاومه الانسولين حاجه برده ليها دور كبير قوي في تقليل الحرق بتاعي او ثبات الوزن بتاعي. طيب انا عملت كل التحليلات وما عنديش اي مشكله صحيه خالص، كويس، هرجع ابص بقى للنظام الغذائي اصلا اللي انا بعمله هو عامل ازاي، لانه حتى لو تقريبا نسبه الدهون مظبوطه وكل حاجه مظبوطه يا دكتور، لانه تقريبا 80% من الناس اللي بتعمل دايت بالذات لوحدها، اللي ما فيش حد مختص هو اللي بيعمل لها دايت، بتعمل دايت غلط. اوكي، بتستهدف دايت بيكون السعرات بتاعته اقل من الطبيعي، اللي هي اللامتس اللي احنا ما ينفعش نقل عنها. فده بيعمل ايه بقى؟ 800 و1000 سعر ساعات. 1000 ده لو وصلوا له يبقى خير وبركه، يعني ده هم بيحطوا رينج من 500 ل 750، اللي هو باكل وجبه واحده بس في اليوم او باكل وجبتين بس البورشنز بتاعتي قليله قوي، اللي هو الدايت باختصار اللي هو بيبقى بيضه مسلوقه الصبح علبة زبادي بالليل، وفي الغداء اي حاجه بروتين مع اي خضار، سلطه مع اي قطعه فراخ، اللي هو كله ما يكملش اصلا 700 كالوري. في ناس كتير بتعمل ده ومش فاهمه ان ده اصلا اللي بيثبتها في الوزن. ليه؟ لان هو بقى مش مناسب لجسمها، مثلا طبيعي لجسمها. لا، انا عندي لامتس اصلا في الكالوريك انتيك او السعرات اللي انا المفروض ادخلها. بالنسبه للستات ما ينفعش اقل عن 1200، وبالنسبه للرجاله ما ينفعش اقل عن 1500. طيب انا لما بقل بفرح قوي بالنزول السريع اللي بيبقى في الاول ده، بس بتفاجئ ان انا مثلا في خلال 3 شهور مش اكتر من كده انا الوزن بتاعي ثابت او شكل جسمي ثابت. ده بسبب ايه؟ بسبب ان جسمي اذكى مني بكتير قوي. انا جسمي لما بيخش في الزون دي او في المرحله اللي هو بيبقى سعراته قليله او اقل من اللازم، طبعا بيعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها ميتابوليك ادابتيشن، اللي هو انا بعود حرقي على الحرق اللي انت بتدخله لي. يعني انا مديك ميزه ان انت حرقك اصلا عالي، تمام؟ بالظبط، وانا بساعدك ان انت تحرق بتقليل شويه صغيرين اللي هم لا يتعدوا ال 500 كالوري، تمام؟ لكن انت بتتذاكى عليا وبتقلل اكتر من كده، فانا غصب عني انا ليا ليميتس، هلاقي ان انا واحده واحده عمال بقل بقل بقل، فبالتالي ال 700 كالوري اللي انا مدخلهم دول هم دول اللي انا بحرقهم بس، فانا مش عارف اخس عليهم.
ومش بخس يعني مش بحرق في المخزون بقى. بالظبط ما فيش مخزون بقى اللي بيحرق هو بس. يا دوب ال 700 أيوة. دول هو اللي جسمي بيحرقهم، فانا لو جيت زودت لقمه زياده بلاقي ان انا بزيد، بقول ده انا ما باكلش. ايوه دي حاجه صغيره يا دوب بتخش زياده بحس ان انا بزيد بيها. أوكي. بسببي انا انا كويس. سبب المشكله كويس. حاجه الثانيه بقى الجوع او الاستارفيشن مود اللي الجسم بيخش فيه، جسم عايز طاقه عشان الوظائف الحيويه وعشان المجهود اللي انا بعمله. الطاقه دي بتيجي منين؟ بتيجي من الاكل. صحيح. فانا لما احرمه من الاكل اللي هو مصدر الطاقه بتاعه لفتره طويله، يوم هو اتذاكى زي ما حضرتك قلتي كده يخزن. ايوه يبتدي الوجبه اللي بتدخل دي او الكميات بتاعه الاكل القليله يبتدي يخزن جزء كبير منها دهون. يعني اعتقادا منه ان انا انت هتسيبني بكره جعان انا هطلع من الدهون دي وانتك طاقه، هتسيبني بعده جعان وهكذا. بس الحقيقه ان خروج الدهون او استخدام الدهون كمصدر طاقه صعب شويه، الاسهل هي الكربوهيدرات او السكر. فبتفاجئ ان انا بيتخزن عندي دهون 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 على مدار شهر شهرين ثلاثه سنه وانا مش حاسس ان اللي انا بعمله اصلا هو اللي بيحطني في المشكله دي. فالناس لازم تراجع نفسها الاول. لو اي حد بيعمل دايت قاسي مقلل السعرات بتاعته عن 1200 او 1500 زي ما احنا قلنا، شايل عنصر مهم معين من العناصر الغذائيه الرئيسيه زي البروتينز او الكربوهيدرات او الفات، ما ينفعش اشيل اي عنصر منهم، جاي على نفسي قوي باخد حاجات مثلا كيميائيه مش عارفه اللي هو بتعمل مش عارف ايه في الشهر والكلام الحمد لله احنا الغريب ده. لا ده احنا هنجيب لهم مفاجاه حاجه طبيعيه وهتخسسه خالص. طبعا كل الحاجات دي اللي الناس بتلجا ليها هي سبب رئيسي في ثبات الوزن بتاعها. كويس طيب.